ردا على السؤال الأول، طبعا شاركت في زيارة الرئيس كرئيس حزب من أحزاب الأغلبية، وطبعا كوزيرة، ومن الملاحظ بأن والبديهي للمتتبع للشأن العام، المتتبع لخطاب الرئيس في النعمة، بأن هذا الخطاب كان خطاب متكامل، جميع جوانب السياسية الاقتصادية الاجتماعية وحتى الدينية، لأن في مرحلة من الخطاب في الأخير ذكر رئيس الجمهورية بأن الزوال اللي هو الخالي، كل من عليها فان يبقى وجه رب الجلال الكرام، قال عن الأشخاص يزولوا وتبقى أفعالهم، ليك الأفعال الإلهي خلدها التاريخ يا تعود لا أفعال جيدة، أفعال يذكر بها الشخص. هذا من جانب التوحيد. اللي معلقين على الجانب السياسي راهما ليك التساؤلات اللي كان البعض يطرحها والتشويش اللي كنا نسمع من هنا وهناك، راهما جبروا الأجوبة الشافية لليك التساؤلات اللي كانت مطروحة. فيما يعني الجانب الاقتصادي، نعرف عن هناك أقطاب تنموية أنشئت، قطب اقتصادي في النعمة الحوض الغرب الشرقي، قطب اقتصادي في الحوض الغربي، وذلك في قديماقة. نقدر نقول عن هذا الخطاب الاقتصادي والتوجيهات الاقتصادية لرئيس الجمهورية تصب هي والخطاب السياسي اللي سمعناه قبل أمس في مصب واحد، وعن الآن التوجه يعود التنمية الداخل، تنمية الولايات الداخلية، نواكشوط نواليب وعدلهم ذاك القاج وعدلهم، والآن الولايات الداخلية يالتها زادة هي تشرك وتجبر نصيبها من 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 من, من هذا هذه التنمية اللي التنمية الاقتصادية. الآن اللي تابع خطاب الرئيس السياسي، المقترح اللي قدم به رئيس الجمهورية بحل مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية، نفهم منها بكل وضوح عن الأولوية راهي عادة معطية للولايات الداخلية وتنمية الولايات الداخلية اللي كانوا يمتهنوا السياسة وصيفة حقيقية فعلية ويهمهم تنمية ذيك الولايات الداخلية، أراهم جبروا فرصة لامتهان من هذه السياسة بصيفة شفافة ونزيهة. اللي كانوا يمتهنوا السياسة ياك يعودوا متواجدين في نواكشوط ودورهم لا يعود إلا كان دور تشويش، أراهم الرواية لا يتوقف، راهو هذا اقتراح لا يوقف ذاك النشاط على حده، ويعودوا المنتهنين ذيك السياسة هم اللي لا يعودوا متابعين أمر الأمر المحلي، لا يعودوا متابعين ذاك اللي يطلب ذيك الشعوب من تنمية، ومشاكلهم الحقيقية لا تعود متابعة عن قرب. هاي الأقطاب التنموية اللي انشئت في هاي الولايات الثلاثة وهاي التوجيهات الاقتصادية اللي متوجهينها الآن، طبعا كلها تصب في دعم وتنمية تلك الولايات. إذن اجتماعيا الرئيس في خطابه في النعمة طرق البعض من المواضيع الاجتماعية اللي طبعا زاد هي لابد من يطرح لها البال ولابد من 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 تدعم. التوجهات اللي أعطانا واضحة، ثم كصحفيين تعرفوا عن ذيك المواضيع اللي طرق لها الرئيس أمور حقيقية نعيشوها يوميا، وزاد هي لابد من تشرك في هاي الإصلاحات اللي مقيوم بها. إذن وحتى أمنيا، لأنه طرق من بيئة الأحواج على بعض من والله زاد رد على أسئلة بعض الصحفيين، ليك الردود زاد هي شافية اللي كان يتساءل ويطرح تساؤلات حول، وقال عن طبعا ردا على سؤال أحد الصحفيين قال عن النظام البرلماني لا يليق بموريتانيا ولا بالشعب الموريتاني، إذا عاد يليق البعض من الدول ولا نساميهم موريتانيا ما يليق لها. هذا رانا تأكد منه أنه هو توجه الرئيس هو اللي كان بعض التساؤلات وزاد التشويش، رجع عن كان لازم توضح
هذه الأمور. أطم اللي جواب والله رد على سؤال أحد الصحفيين والله ذكر به عن بيكة الحواش عنها مثال حي للي قالوا محاربة الإرهاب، وهذا ما اللي متأكدين منه كاملين. عندي في المنطقة شاسعة كانت مفتوحة للي يبقي كامل يقوم بعمليات غير عمليات بعض إرهابية. الآن نعرفوا عن ذيك المنطقة ما يقد يتحرك فيها شي سوى هو شن هما حالا تم ضبطه. وعلى سبيل المثال هذا الأسبوع الماضي كيف ما تعرفوا فما جماعات مهربة للمخدرات دخلت الأربع كيلوات في حدود موريتانية تقصف عليها المسافة وتبارك الله تم القبض عليها. إذا خطاب الرئيس نقدر نقوله عنه خطاب متكامل، أفكار متسلسلة منه مع النظرة بعيدة للبلد وطموح كبير للبلد والشعب الموريتاني. من واجبنا كاملين كموريتانيين أن نصبوا في دعم الأفكار اللي وجهنا لها الرئيس. وإن شاء الله ربنا بعد أسابيع، ثلاثة أسابيع أربع أسابيع حسب الوقت اللي يطلب، لاهي نصبوا كاملين حول ذاك الحوار اللي إن شاء الله لا ينفتح اللي مارق فيه عنه يدخل في الشأن السياسي دور لا يشارك فيه، واللي مازال مقدش يدور لا يعقب يظهر له عن موريتاني أمورها. لا يتم دائما تشتد أخبارها في الحوار، تم الشعب الموريتاني يناقش أموره فيما بينه، ولكن اللي صح الموريتاني واللي يقب الموريتاني هو اللي هنا دعمه إن شاء الله كاملين من أجل الاستقرار ومن أجل الأمن. شكرا.